هاتو كوكو تاعي قريب يقدر هذا. نحن بقات ساعة ونص، فوالا بقات ساعة ونص يعني ستة ونص. والوقت كيش يجوز هكذا هكذا فوالا. الحمد لله شغل راني فرحانة باسكو قدرت ندير بروغرام هذا رمضان بيان كما يحب خاطري. الحمد لله ان شاء الله بنكمل هكذايا بين اني كما نقولوا اني منظمة حياتي، يعني منظمة روتيني، قراءة القرآن، صلاة، ثياب ولادي، داري، الحمد لله خدمتي سختو الحمد لله. استغفر كنتو ما تانيت دونك رمضان ماهوش غير الماكلة ولي غوسات وكامل سي بيان وي. يعني نحبو نديرو لي غوسات شدو كامل مي بوكو بلوس انو نتقربو من ربي سبحانه وتعالى. اليوم ان شاء الله يا ربي اذا كفاني الحال نروح التراويح باسكو كاين جماعة جوست اكوتيه. عبد مش حاني وصل لصلاة التراويح، صلاة التراويح في الجامعة توحشت باسكو نشفاتي كنا نقرا في السوان في ليسيتو، كنا احنا في بنات الحومة كان الجامعة اكوتي صليو التراويح كان بونا طب حنسي ان شاء الله بإذن الله في قدرنا وهذا ما كان. دونك انا واش درت تحريرة هاي طيب حيرتيش حد بنينة وتوحشتها تقلت على نظر واحدها وراح ندير طاجين زيتون. لا نسيت الحق نحب طاجين زيتون، انا ما عندي حاجة ناكل شربة بولا سي بون شلاضة سي بون ماكسيموم دوزيام بلا سخيغ من الحقلو. وهادي هي فوالا ات واز تشيت شات ويز يو كسر معاكم عيني راهم شبيان كامل شفتي نقصد بزاف دونك بوا بوغتي لي لونات انا نسيت ماكسيموم باسكو خطرت ما نحميهمش قادر غادي ندير هكا هذا